الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في المواني المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف على الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. كما شدد مدبولي على أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه لحالة الاتحاد إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع. ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين طلبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية. وشدد بايدن على أن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. واستشهد نحو 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال منزلين بدير البلح وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب العشرات إثر استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات عند دوري النابلسي والكويت غرب مدينة غزة، وقد تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. حث خبراء حقوقيون أو حقوق تابعون للأمم المتحدة للمجتمع الدولي على زيادة الضغط لإنهاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال الخبراء الأمميون في بيان أصدروه أن الجرائم لا تزال ترتكب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأشاروا إلى أن التقارير أفادت بأن قوات الاحتلال انتهكت مرارا وتكرارا القوانين الدولية، وأنها فشلت في واجبها المتمثل في احترام وحماية وإعمال الحق في الحياة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيجريت كاغ أنه لا بديل عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق البر. وقالت كاغ للصحفيين في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك إنها تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية، لافتة إلى أن هذا الحل يبقى الأمثل لأنه أسرع وأسهل وأرخص، خاصة مع الحاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن. ورياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويدخل الأهلي المباراة سعيا لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا. ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر، يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة والتي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستقدام البرتغالي جوزيه جوميز كمدير فني.